السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. فجعت المصممة سناء بدء الشهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بلقب سلطانة بوفاة والدتها، وأعلنت بادة عن الخبر من خلال عدة قصص قصيرة شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وكتبت سلطانة: إلى رحمة الله يا أمي، وأضافت في تدوينة أخرى: وداعا أمي وداعا الحنينة. فانتم اخوتي غادي تشوفوا معايا ستوريات اللي نزلت سلطانة على الحساب ديالها، واللي كتبكي فيه مسكينه بحرقه ما صابراش على فرق الام ديالها. ماشي سهله على اخوتي، فرق الوالدين صعيب، وما غادي يحس بهذا الاحساس غير اللي مجربوه، فالله يكون معاها. فغنخليكم مع الفيديو. الحياه بلا ام عمرها تكون مسكين، كانت افون لكن غادي نحاول نكمل حياتي. عندي مسؤولية، غنحاول نكمل حياتي حيت عندي مسؤولياتي، عندي وليداتي اللي هما ملزومين مني. ما يمكنش توقف حياتي، حتى ماما ما غتبغيش انا تشوفني مكسورة ولا محطمة ولا يعني ماشي كيف ما كنت. انا عارفة ان روحها معايا ودعوتها معايا، ولكن خصني نكمل خدمتي. عندي بزاف ديال المستلزمات ما يمكنش نتغاضى عليهم. غادي نبداو ان شاء الله الخدمه من نهار اثنين. هذا رزق، ولا موقفتيش على رزقك باش تكونش الامور هي هذيك. شكرا لدعواتكم، شكرا لكم. اي حد عيط ليا، اي حد عيط ليا، اي حد تواصل معايا، اي حد جا عندي لداري. الكلازه كانت عندي في مراكش، حيت ماما مات عندي، ما ماتش في الرباط، ما ماتش في دارها، ماما ماتت في مراكش وخرجت من داري. اي حد عزاني، اي حد عيط ليا وما جاوبتوش اسمح ليا، اي حد صيفط لي رساله لا في الانستغرام لا في سناب لا في الواتساب وما جاوبتوش يسمح لي. نرجع نقول لله ما اعطى ولله ما اخذ، وتستمر الحياه ان شاء الله. من نهار اثنين غادي تبدا حياه جديده، ولكن بلا ماما غتبدا حياه جديده بلا ام. ما عرفتش هاد الحياه كي غادي تكون، ولكن نتمنى من الله، نتمنى من الله ان ربي يصبرنا، نتمنى من الله ربي يصبرنا انا والاخ ديالي، ويرحم لينا مهمنا وخلي لينا بابا ويطول في عمره ودخلوا في مهماتكم. راه ما تعرفوش بحقه وانت تمشيو. عندنا شي ماما الله يخليها لها، الله يطول لها في عمرها، واللي مات لها ماما الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها. غادي نحبس هاد الفيديو دابا. نتمنىكم ما تحبسوش الدعوات على ماما الله يرحمها، ولا اي حد مات من الاقارب ولا الاحباب ديالنا وديالكم. الله يرحمهم ويوسع عليهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب، الى جنة الخلد باذن الله. شكرا لكم، ولا لا يخطيكم، راكم تنحس بكم عائلتي، راني تنحس بكم عائلتي الثانيه. انا عرفت السوشيال ميديا كاين تيكون تيبغيك كاين تيكون ما تيبغيكش، ولكن الدنيا ما تستاهلش، والله الدنيا والله ما تستاهل بنادم تيتعادى وتيدابز وتيتخاصم وتيتعاير وتيتساب، حيت الدنيا قصيرة، قصيرة بزاف.
وصافي هادشي اللي غادي نقول. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة السلطانة والعائلة ديالها الله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يجعل محبتها صبار ودعواتكم مع أخوتي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين يا رب. فأنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.